الشبان بيقولوا لبعضهم انه شو هو بقدسه وهن مسيحيه. قال له انا ولا مره رايح على القداس، روح على القداس في هود اللي بقدسه كل احد، روح شوف لي شو بيعملوا وتعا خبرني. اجا هذا ساقب في قداس احتفالي، في مطران، في معه كهن كتار، قعد شارك بالقداس ورجع لعند رفيقه. قال له شو خبرني كيف كان هالقداس؟ قال له صراحة هو بفوت شيخ كبير ولابس طربوش ومعه شيوخ صغار، بفوتوا وقعدوا، وبدل ما هو يسلم على الكل بعت اثنين صار يقول لهم سلموا على الكل، صار الكل يسلم على بعضه يسلم على بعضه يسلم على بعضه. قال له بس مدري شو صار بالقداس، حدا بيجي بيشلوا الطربوش للشيخ الكبير وبيهرب بيختفي، ببين كأنه هيك صار في تشتت وعصب وما بعرف شو، ببلشوا يسألوا، بصير يسألهم هو يقول لهم مين منكم بدل لورا ولقدام وشمال ويمين، مين اللي أخذ الطربوش؟ كلهم بيقولوا له نحن ما خصنا نحن ما خصنا. صار هيك ينبش بيناتهم ما كانوا يعرفوا، شوي بيبعت اثنين من الشيوخ الصغار بيقعدوا علبتين خشب وبيمرقون واحد واحد يسألون على كراسي الاعتراف، انت أخذت طربوش؟ لا. ظهر اللي من بعده، انت اخذت طربوش؟ لا. ظهر بعده. مرقوا الكنيسه كلها وما كانوا يقدروا يعرفوا وين. صار هذا الشيخ الكبير معصب، بيقوم بفز واحد بيلاقي حل، قال شو هات نجمع مصاري من الناس نشتري له طربوش جديد، بينزل بياخذ صينيه وبلم من كل العالم، بينبسط الشيخ الكبير، وقد ما بينبسط بيقول لهم تعوا تعوا كلكم، بيوقفوا هيك صفين بصير يوزع لهم ملبس، خذوا كلكم لبس وبيخلص الاحتفال. قال له هيك هيك صار بالقداس؟ قال له ايه هيك صار. يعني بتعرفوا انه انا وعم بسمعها انا كنت عم بتضحك، اكيد هي مهضومه، بس صرت فكر انه في ناس بيقدسوا كل احد وبعتقد هيك بيقشعوا. في ناس ما بيعرفوا شو هي الذبيحه الالهيه، يعني ما بيفهموا شو بشو عم بيشاركوا. بالنسبة لهم الأبونا مشي وتحرك والكورال غلط والأضوية ضو وطفوا العالم نزل خدام، ما بيعرفوا شيء من شيء ولا بيسألوا ولا بيعنيهم أنهم يسألوا. وهود الجماعة بصيروا مع الوقت بصير عندهم نظرياتهم الخاصة، يعني بصير أنه لشو بدي روح على القداس؟ بصلي مني لربي، ما عم بفهم شيء بالقداس، بصلي مني لربي لأنه أنا يمكن عم بقشع هالمطران مع الطربوش مع المسرحية اللي عم بتصير، ما عم بعرف جوهر هالذبيحة اللي أنا عم شارك فيها، ما بعرف أبداً. وبخف الالتزام شوي شوي وبزيدوا النظريات، يعني بقعد مع ناس مرات بيقولوا لي إنه نحن صلنا زمان مش مقدسين، لشو؟ إنه نحن اليوم منعيش منحب الكل وعنا نظرياتنا إنه منقدر نتسامح مع الكل وما نأذي حدا. وفي الناس يلي هلأ تراند تبع البوزيتيفيتي بتعرفوها الإيجابية، إنه أنا بعيش على طول بإيجابية، كل شيء منيح، كل شيء حلو، كل شيء بجنن بالدنيا. مرة عم بقرأ عن الإيجابية بطريقة مهضومة، بتعرفوا شو الإيجابية؟ بيقولوا إنه هيدا الشخص اللي كل حياته بس بوزيتيفيتي بدون الله بدون مبادئ بدون شيء، هو مثل واحد واقع من الطابق العشرين، هو نازل عم بيقولوا للناس ماني مجروح ماني مجروح. هيدا البوزيتيفيتي، يعني بشوف حاله إنه هو منيح بس هو ما بيقشع انه ممكن يلبد تحت بالطابق الاول ويتكسر. فاذا الحياه هي كانك انت بخضم معركه وجوديه لإلك ولاولادك ولكل شيء بتعيشه. بس شو بصير؟ بجي انا بحط حالي بهالي او بوضع اني انا عايش مرتاح ومبسوط وكله تمام، ماني بحاجه لا للكنيسه ولا للقداس ولا للقربان المقدس ولا لشيء، انه انا منيح بعيش منيح كل الوقت. بس الله يستركن من أول وقعة بتقعوها بالدنيا، طالما صحتك منيحة، مصرياتك منيح، أولادك منيح، كل شيء منيح، عيش بوزيتيفيتي، ما شو ما مثل خبرية يعني البوزيتيفيتي. بس وقت اللي تواجه الحياة، وقت اللي يوقع أول مشكل بحياتك، شو بتعمل لك البوزيتيفيتي؟ بدك مرجع، بدك مبدأ، بدك صخر ثابت. هود اللي يسوع المسيح عطينا اياهم، وعطينا اياهم بقوه، منشان هيك على الصليب عطينا اياهم، مش بحيالله وقت عادي، عطينا اياهم باصعب وقت، بوقت اللي هو مبين مريض ومبين مشرد وابرص وعم ببزقوا عليه وعم بيحكموا عليه ومظلوم مظلوم ومضروب ومتهم بطريقه غلط
ومصلوب وعم بينزف دمه ويقدم لك اياه تيقول لك هون البوزيتيفيتي، هون بتوقف على اجراك بهذا الموقف، مش بالمواقف العادية اللي بتقطع بالحياة. كلنا بنقطع بفترة ملتهيين بالدرس، بالاختصاص، بالشغل، بالسيارة الجديدة، وبصير حياتنا تعرفوا كلكم، كل حدا منكم يمكن قطع بفترة راح غاب حتى عن الله والكنيسة وعن عائلته. لا، لأنه صحته منيحة، لأنه عايش لفيقون روز، ولأنه عم بحقق حاله. بس قديه بدله هودة؟ ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف قديه هذا الوقت ممكن يبقى بين ايديك، ممكن تدل كامشو. مشان هيك ربنا ما عم يعطيك للحظة ولا لحظتين، ربنا عم يعطيك لعمرك كله هويتك. لما بتعيشها لهيدي الهوية بتصير تواجه كل المصاعب، كل المصاعب. هديك المرة في ناس عم بيقولولي انه لما كانوا عايشين عادي حياتهم حلوة ومرتاحين وكل شيء، لحد ما بيخلق بالعائلة ولد عنده مشاكل صحية. بتقلي المدام انه انا ما كنت متوقعة انه بحياتنا بيخلق عنا بالعائلة هيك شخص، لانه ما حدا منا بفكر انه معقول المصيبة تصيبه، كلنا منفكر انه هودي براتنا عطول. مثل ما انا كنت فكر بكورونا انه سنتين انا ما بتصيبني كورونا ولا رح تصيبني. طب صبتني، ما منحس فيها الا لمن نلمسها. قلت لي بس شو صار؟ تغير جو العائلة كله، رجعنا عملنا إعادة تفكير بالحياة اللي عم نعيشها، رجعنا غيرنا مفاهيم كتير مش واعيين لها. وقلت للعائلة كلها رجعت قربت صوب الصلاة، كنا صرنا زمان ما منصلي. طب ليه أنا بدي أقرب صوب الصلاة وقت اللي أوقع وتروح البوزيتيفيتي؟ ليه ما بدي يكون أنا فاهم شو هو القداس، شو هي الذبيحة، وكون حاضر دايما؟ رح قلكم شغلة، مش معناتها بدنا نكون تعبانين او مقهورين او ما بعرف شو، حملين جبال لنجي نقدس. سمعتوا الانجيل هلا اللي ركز على الانجيل بيقول كان يسوع يعلم في مجامعهم، وبيقول جاء الى الناصره مطرح ما نشا ودخل الى المجمع، اسمعوا، كعادته يوم السبت. كعادته يوم السبت، هذا مين؟ هذا يسوع المسيح. شو هو المجمع؟ بتعرفوا شو المجمع؟ المجمع وقت اللي هبط هيكل اورشليم، بتعرفوا انه اليهود كان كل شيء بهيكل اورشليم، وقت اللي هبط راحوا صاروا يعملوا مجامع صغيره حتى يصلوا فيهم السبت، وخلال الاسبوع يعلموا فيهم التلاميذ التعليم الديني والتعليم اللي عندهم اياه اليهود. صار في مجامع كتير، هودي المجامع مش مضطرين يكونوا موجودين، ما هن الهيكل عندهم هو كل شيء، الهيكل هو كل شيء. بس تتشوفوا ربنا كيف بيعلمنا الحياة، راح مثله مثل اليهود كل سبت وقعد وقال الحقيقة مثل ما هي. قرأ من أشعيا النبي، جاي أنا بشر المساكين، جاي ساعد المظلومين، أطلق الأسرى، بحط الكتاب وبيقعد كل العيون صوبه. تعرفوا ليه؟ لأنه هو الهيكل، لأنه بهالمجامع الكلها يسوع المسيح هو الهيكل الحقيقي، هو الحق، كله عم بيطلع فيه شو بده يقول. قال لهم اليوم تمت هذه النبوءة أو الكتابة التي تليت على مسامعكم. اليوم تمت، تمت لأنه صارت حاضرة. ليش منقدس نحن؟ تمت، تم الخلاص بيسوع المسيح، رجعت انفتحت الأرض على السماء، رجعت اللحمة بين الله والإنسان من بعد ما الإنسان كان ضاع. بشو؟ بدمه، بتضحيته هو. من هيك لما يسوع كسر الخبز بالعشاء السري، شو أول شغلة عملها؟ شكر وكسر. القداس شو اسمه؟ سر الإفخارستية، إفخارستو. شو الإفخارستية؟ الشكران. نحن اليوم نلتقي بالقداس تنشكر الله على هالطريق يلي رجع ربطها بين الأرض والسماء، تنشكره على قلبنا يلي بطل ضايع بهيد الدنيا، لا، رجع ربطه بالحقيقة اللي إجا منه. يسوع المسيح قدم دمه، مش تنجي نحن نعمل مسرحية هون، مش تنجي نقشع مثل ما بيقشعوا كل الناس، لا. تعالوا إلي أيها المتعبين والمثقلين بالأحمال وأنا أريحكم، أيها الأسرى، أيها المساكين، أيها العميان، أيها المقهورين.
هاو اللي عم بيقول تمت النبوءة، تمت عم بيقول يسوع، هاو اللي بيجوا على القداس، هاو اللي بيحضنهم ربنا عن صليبه، هاو اللي بيعطيهم دمه وحاله وجسده، كرمال شو؟ كرمال ما نضيع بهالدنيا، كرمال نضل واقفين على اجرينا، كرمال نقدر نكفي هالحياة، بس نعرف انه ولا مرة لحالنا، عطول نحن باتصال مع الطريق مع السماء يلي فتحها يسوع المسيح بدمه. هاي الذبيحة الإلهية، ذبيحة شكر، ذبيحة رجا، ذبيحة فرح، هي أسمى وأعظم ما في الوجود، هي الخلاص يلي نطرته الشعوب عبر الزمن وبعده عم يمتد لحد اليوم. أي خلاص؟ خلاص اللي بيوعيك على الحقيقة لحتى تبلش تعيش. من هيك بتبلش الذبيحة نهار الأحد وبتمد معك على كل الأسبوع بقراراتك وخياراتك وشغلك ومع عائلتك وولادك. الذبيحة الإلهية شي رائع، الذبيحة الإلهية فيها وحدة، عشان هيك نحن منقدس هون. لو حدا عم بيقدس هلأ بأمريكا اللاتينية بيكون كأنه هلأ معنا بنفس القداس، أمواتنا يلي سبقونا موجودين بهذا القداس، الكنيسة المتألمة، قديسينا والأبرار والصديقين موجودين معنا بهذا القداس، الكنيسة الممجدة، ونحن الكنيسة المجاهدة اللي بعدها عم بتعيش، كلنا سوا متحدين بيسوع المسيح خارج الزمان والمكان. قالوا لي طربوش، عم بتشوفوا جوهر الذبيحة الإلهية؟ بعد بينحكى كتير، بس أنا بس عم بقلكن قد ايه حلو لما نقعد كلنا كعائلة بحضرة يسوع المسيح، نلتقي نرجع بالسماء وبكل اللي تركونا وسبقونا، ونحن مع بعض بصوت واحد وبجسد واحد وبكلمة واحدة وتأمل واحد نرجع نمجد ربنا ونقول له شكرا، شكرا، ذبيحة شكر، نقول له شكرا على كل شيء، ومنحمل حالنا ومنفل. لحقتكم الذبيحة؟ لا، انتم بتحملوها وبتاخدوها. لحقكم الله عزوريبكم وعاك وعاك وعاك؟ لا، عم بحبكم بس بالذبيحة، وهنيك انتم بتحملوا الحب وبتصيروا تقولوا اي اوعى واي لا واي ما بيسوى. خلوكم قوايا بيسوع، ولا مرة ولا مرة توقفوا تنبشوا عن حقيقة الشيء اللي بتعيشوه مع يسوع المسيح، خاصة بأسراره. إله المجد للأبد، آمين.